مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر خاص بتحذير من وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول الفيتامينات لأنها تؤدي إلى مخاطر صحية، وحذرت بالأكثر على ضرورة عدم تناولها طبعا بالتزامن مع الإصابة بفيروس كورونا. لمزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني. صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني أنا هبدأ وأسأل حضرتك طبعا عن مخاطر تناول الفيتامينات، وده بيكون طبعا دون استشارة الطبيب، ونعرف كمان مخاطر الإفراط في تناولها بصفة عامة. الفيتامينات، فكرة ظهور الفيتامينات ظهرت في القرن الماضي في بداية 1913 و35 و37 لما ابتدينا نعمل الفيتامين ب من الخميرة وهذا الموضوع، لأن كان في هناك أمراض أعراض نقص الفيتامين. كان أشهر حاجات البحارة كان بيبقى عندهم مرض اسمه سكيرفي نتيجة نقص فيتامين سي، لأن ما كانوش بيقدروا يخزنوا المأكولات الخضار والفاكهة اللي هو غني بفيتامين سي أثناء المراكب، فكان بيبقى عندهم نزيف من اللثة وقد ينتهي الموضوع بوفاة. كان في بتبقى أعراض نقص فيتامين ب واحد وب 6 وب 12، وكان بيبقى في امراض احنا عمرنا ما كنا بنسمع، النهارده ما بنسمعش عنها، مرض البيري بيري، الجاف والغير جاف. دي كانت اعراض، ده اشهر الحاجات اللي احنا يعني عشان لا نطيل على المستمعين والمشاهدين. فمن هنا ابتدت تظهر في حقبه الستينات ضروره تناول الفيتامينات بشكل عام للحفاظ على الجسد وخلافه، وابتدوا ياخدوا حاجة اسمها فيتامين ه أيضا لمنع الشيخوخة. ده كان كلام كله هراء الحقيقة. مع تطور الأبحاث والعلوم ابتدينا نعرف ان في حاجة اسمها أمراض نتيجة زيادة الفيتامينات، وحتى الفيتامينات في جرعات طبيعية ككبسولات قد يكون لها ضرر، فتناول فيتامين ألف قد يؤدي إلى هشاشة عظام من كبسولات وليس من المصادر الطبيعية. تناول فيتامين ألف بإفراط قد يؤدي إلى تشوهات أجنة، قد يؤدي إلى سكتة قلبية، قد يؤدي البيتا كاروتين قد يؤدي إلى سرطان رئة. احنا بنتكلم فقط على زيادة مركب اسمه فيتامين ألف، لكن لو خدنا فيتامين ألف من المصادر الطبيعية للغذاء بجرعات أعلى من الطبيعي لن يحدث مثل هذه الأمور. مين اللي ياخد الفيتامينات اللي عنده نقص فيتامين ألف؟ هل في ضرورة أن أنا أقيس متوسط الفيتامينات في الدم علشان أدي هذا الكلام؟ لا يوجد ضرورة إلا إذا ظهر أعراض إكلينيكية لنقص هذا الأمر. لقينا أن زيادة في إفراط النياسين، زيادة في أو الإفراط في النياسين، وده أحد مركبات فيتامين ب وهو ضروري، ده ممكن يؤدي الى فشل كبدي. علما بان فيتامين احد مركبات فيتامين ب اللي هو النياسين ده بينزل الكوليسترول، يعني له دور فعال في خفض الكوليسترول، وكان ظهر في فترات من الزمان ان هم بيدوا النياسين لتخفيض الكوليسترول في فترات وحقبات قبل ظهور ادويه الاستاتينز وحتى بعد ظهورها لفتره. الافراط في فيتامين سي ممكن يؤدي إلى حصوات الكلى. فيتامين دال لو خدنا أرقام كبيرة منه ده ممكن يعمل لنا حصوات كلى، يعمل لنا تكيش في الضفيرة الكهربائية للقلب، ممكن يعمل لنا اضطراب في ضربات القلب. يعني عندنا مشاكل مرتبطة بفيتامين دال، وليس إن إحنا لازم نقعد نقيس فيتامين دال ونشوف منسوبه. طبعا إحنا نحب منسوبه يبقى كويس لكن من مصادر طبيعية، وكنا طول عمرنا بنقول ان فيتامين د دي علاقه بال دين العظام وهشاشه العظام، هو دي حقيقه، لكن هو ليه دور اهم في الكبار السن، بيمنع حاجه اسمها ريكرنت فولز اللي هو السقوط المفاجئ والمتكرر، لكن فكره ان هو ليه دور في سرطان الثدي ده رقم 40، فاحنا عندنا حاجات اهم. زياده فيتامين د بيؤدي لسرطان الثدي؟ لا، دور فيتامين دال، يعني من هنا كنا بندور على دور الفيتامين دال علشان ناخده. فهو فعلا ليه دور في منع سرطان الثدي وسرطان القولون، لكن ليس مهم، ده رقم 40.
ففكرة ان احنا نتشدق ان احنا محتاجين نزود فيتامين د علشان منع السرطان ده كلام مرفوض، عشان نرفع المناعة ايضا كلام مرفوض، لكن احنا لو خدنا فيتامين د من مصادر طبيعية مثل البيض والاسماك وبعض انواع الزيوت البحرية، ده يعني هيكون اكثر فائدة من الحصول عليه ككبسولات. فيتامين ه على سبيل الذكر قد يؤدي الى حاجة بيسموه all cause mortality، جملة غريبة جدا، يعني ممكن يؤدي الى نزيف بالمخ في ارقام كبيره، اللي احنا كنا بنقول في الستينات ده مهم لمنع الشيخوخه، وفعلا احنا بنستخدمه في الطب الان كمكمل في بعض الاحيان للخصوبه، وبنستخدمه للكبد الدهني، لكن تحت اشراف طبي وبمحاذير، لكن له اثار جانبيه كثيره. الافراط في الزنك ده بينزل لنا النحاس وقد يدعي في المناعه عكس ما الناس متخيله. الحديد، في ناس عايزه تاخد حديد طول الوقت، الافراط في الزنك بيضعف المناعه، يعني هرجع مع حضرتك للنقطه دي، الافراط في الزنك بيضعف المناعه مش بيزود. هو الزنك ضروري للمناعه، يعني كل حاجه في المكان المناسب ليها زي الفيتامينات، نقص الفيتامينات له اثار وله مشاكل، وزياده الفيتامينات نعم. والناس بتظن ان الفيتامينات ده للبناء ده، لكن هي مكملات بتساعد. يعني احنا عندنا ثقافه كده يا دكتور، كل ما ناخد فيتامينز على الفاضي ان احنا كده بنقوي نفسينا وبنقوي المناعه يعني بنقي نفسينا من الامراض ومش هيكون عندنا اي امراض، يعني ثقافه منتشره كده. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي كنت بشرحه لحضرتك، ان بدايه ظهور هذه الثقافه كانت في الماضي، لان كان فيها علامات نقص الفيتامين، لكن احنا النهارده في زمان الاغذيه متوفره وكل حاجه موجوده في معظم الدول، فما بقاش في عندنا اعراض نقص غذائي الا لبعض المرضى اللي عندهم مشاكل بعينها زي امراض الامتصاص، حاجات من هذا القبيل. لكن زمان الطبيعي ان انت في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات من القرن الماضي تشوفي واحد عنده مرض اسمه البيري بيري نتيجه نقص فيتامين ب، تلاقي حد عنده نقص في فيتامين سي اسمه سكيرفي، ده حاجات كنت تلاقي العشاء الليلي نتيجه نقص فيتامين الف، دي حاجات كانت شهيرة ومشهورة ومعروفة ونتيجة نقص الغذاء ونتيجة المشاكل، لكن النهاردة مع التكنولوجي والتطور والدول، ويعني بلد زي مصر لن تجد فيها مثل هذه المشاكل، عندك التغذية وعندك يعني إجراءات صارمة وواضحة وتوفير غذاء في أماكن كثيرة في أوضاع كثيرة. صحيح. فلم نعد نرى مثل هذا الكلام، لم نعد نرى هذا الكلام. طيب أنا حابة أروح مع حضرتك يا دكتور، طبعا من ضمن بيان وزارة الصحة وتحذيرها أنه ما ينفعش نتناول الفيتامينات بشكل كبير جدا أو الفيتامينات بشكل عام، خصوصا مع يعني حد مصاب بكورونا، حضرتك تقول لنا تفاصيل هذا التحذير. لقوا أن حتى تناول الحديد على سبيل المثال بيقلل فرصة التعافي، وإحنا بناخد فيتامين طبيعي بيقلل فرصة التعافي من الدواء من المرض، نتيجة ان هو بيأثر على عمل الدواء اللي احنا بناخده. فأصبح هناك تحذير، لان ده بيضعف المناعة وبيخل بفكرة المناعة المكتسبة في احنا عندنا اربع انواع من المناعات بشكل عام، علشان نحكي للناس الموضوع بشكل اكتر وضوح. احنا في مناعة مكتسبة، دي ما تجيش الا في حاله الاصابه بمرض، ناخد مناعه مكتسبه من هذا المرض، في امراض مثلا زي الحصبه ممكن نصاب بها مره واحده، او ممكن نطعم من الحصبه فلا نصاب بها مدى الحياه، وفي امراض في المناعه المكتسبه دي الاجسام المناعيه اللي الجسم هيكونها بخلايا ذاكره، بدل ما تقعد طول العمر زي الحصبه هتقعد 10 سنين زي الدفتيريا والتيتانوس، وفي حاجات زي الانفلونزا والكورونا وخلافه دي ممكن تدينا مناعه مكتسبه من 6 أشهر لسنه. في حاجه اسمها المناعه اللي هي يعني في مريض ما يقدرش يكون مناعه يعني من مرض، فاحنا بناخد الاجسام المناعيه نحقنها في من متعافي نحقنها في مريض، فده بيديله مناعه، ده النوع الثاني من المناعه. اشهر حاجه التيتانوس، حقنه التيتانوس اللي احنا بناخدها في حاله الاصابه بحد مش متطعم من التيتانوس، بنديله اجسام مناعيه جاهزه من المصل واللقاح. في نوع ثالث من المناعه اسمها مناعه المجتمع، لما بنطعم 70% او 70% من المجتمع يمرض بمرض ما
ويتعافوا في 30%، بيبقى في عندهم مناعه اسمها مناعه مجتمعيه، بحيث ان مش هيبقى المرض ده منتشر في هذا المجتمع. لكن اهم المناعه اللي احنا بندور عليها، اللي احنا بنقول عايزين نحافظ عليها ولا يمكن رفعها، هي ممكن تنزل، لا يمكن رفعها باي وسيله، هي احنا اتولدنا بيها جينيا ومحدده، اسمها المناعه الذاتيه innate immunity، دي اللي بتمنع المرض ان هو يخش من البدايه. ودي اللي المناعه الاساسيه، الحصن الواقي لمنع ظهور المرض قبل ما نحتاج ان احنا نتعامل مع المناعه اللي هي المناعه المكتسبه اللي هي مع ظهور المرض. نعم. هذا النوع من المناعه ده اللي بيقلل فرصه الاصابه ده من البدايه، وبيتعامل طبعا في حاله الاصابه وبيساعد على منع الاصابه وتكرار الاصابه. طب دكتور، مع ارتفاع منحنى الاصابه بفيروس كورونا، هل في يعني من ضمن الاعراض بيكون في مشاكل مثلا في الجهاز الهضمي، ولا يعني احنا نفس الاعراض السابقه؟ لا، هي نفس الاعراض السابقه، وهي طول عمرها الكورونا بتصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. والكورونا منذ فجر التاريخ هي الكورونا، اما الكورونا المستجده هي بس سريعه الانتشار، عشان كده الكلام عليها اكثر. لكن هي الكورونا منذ فجر التاريخ هي كورونا، ولم تغير من اعراضها، تدينا اعراض دور برد. وما هو اعراض دور البرد؟ هو احنا لما بيجينا دور برد احنا بنعرف نوع الفيروس اللي اصابنا، ده ممكن يكون راينو فيروس، ممكن يبقى حاجه اسمها ريسبيراتوري سينفيتيال فيروس، ممكن يبقى انفلونزا، ممكن يبقى بارا انفلونزا، ممكن يبقى كورونا، ممكن يبقى حاجه اسمها ادينو فيروس، كلهم بيدونا نفس الاعراض. ففكره انا عندي دور برد ده مش كورونا، ده هراء، هو دي اعراض اكلينيكيه اسمها دور برد. سبب الفيروس ايه؟ هل هو انفلونزا ولا كورونا؟ ما نقدرش نعرف، مش هنعرفها الا بالتحليل. طبعا في ارتفاع في منسوب الاصابات عالميا بالظبط، فالنهارده الاصابه اللي احنا هنتكلم عليها اسمها كورونا، ولابد ان احنا نتعامل معها. وكل هذه الامراض الفيروسيه جايه الانفلونزا والبارا انفلونزا والرايب وخلافه والكورونا ليهم نفس المضاعفات، التهاب القشره المخيه اللي ممكن الجلطات الرئويه، التليف الرئوي، الالتهاب الرئوي، يعني دي المضاعفات. مرض اسمه جولان بارير، هو قد دي اعراض نادره، لكن احنا مع انتشار الكورونا بشكل كبير جدا فابتدينا نشوف هذه الاعراض بشكل كبير اكبر، بس كنسبه وتناسب هو رقم بسيط، لان 80% ممن تعرضوا للكورونا بدون اعراض، و20% فقط هم ذوي الاعراض، 1% من ال 20% هم دول اللي بيخشوا في المضاعفات العنيفه التي قد تؤدي بحياتهم. احنا يعني بنتمنى ان الناس تبدأ تاني تعيد طبعا الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بشكل كبير جدا، لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، يعني نبدأ تاني نستعيد يعني روح الكورونا القديمة، ونرجع تاني نقول نبدأ نلتزم بأبسط الاجراءات الاحترازية والوقائية، وان شاء الله نعدي من هذه الأزمة على خير. انا بشكر حضرتك جدا استاذ الدكتور محمد منيسي، استاذ امراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وايضا هذه المعلومات.